خلينا نروح لكره السله رجال. نادي طبعا انت شفنا مباراه اول امس، نادي الاتحاد فاز على النادي الاهلي بنتيجه 101-94. ده طبعا كان بعد اكسترا تايم، وشفنا النادي الاهلي كان متاخر بفريق كبير، عمل كومباك للجيم، رجع للمباراه، لعبنا اكسترا تايم وكان شوطه تخلص المباراه، وهي دي كره السله. الحقيقه النهارده نادي الاهلي بيلعب مباراته الثانيه ضد نادي الاتحاد، يمكن بعد نص ساعه من الان ستنطلق المباراه، واكيد هنقول لحضراتكم النتيجه واحنا على الهواء. بس خليني اقول لحضراتكم عادي جدا نخسر مباراه في اول يعني مشوار الادوار الاقصائيه، انتوا عارفين هنلعب خمس مباريات، اللي هيفوز في ثلاثه هو اللي هيفوز. خليني اقول لحضراتكم كمان انه مباراه النهارده اللعيبه كلها جاهزه بعد الاصابات الخفيفه اللي عندنا، ولكن المشكله الكبيره بتواجه المدربين هو الكامباك او الريكفري للعيبه، لان المباراه بعد يوم بعد يوم، اول امبارح كانت المباراه الاولى، النهارده المباراه الثانيه. طبعا كل التمنيات وكل الدعاء لفريق كره السله في النادي الاهلي، ان شاء الله لو النهارده ربنا كرمنا وكسبنا. وشفنا في الام بي، وهنشوف دلوقتي في الاخبار العالميه مثلا فريق زي بيستون سيلتكس كان ليد على تورونتو ب 2-0 في الادوار الاقصائيه، والنهارده تورونتو كسب مباراتين ورا بعض بقوا 2-2 ورجعوا للمربع صفر من جديد، وبداوا من الاول وجديد عشان يشوفوا مين اللي هيتاهل منهم الاثنين. عادي جدا نخسر مباراه واثنين، بس ممكن نرجع تاني ونكسب ثلاث مباريات ورا بعض عادي جدا، ما فيش اي مشكله في كره السله.